عندهم امراض انه نغطوا الجسم متاعنا في الليل، ايضا انه ما تدخلش البعوضات تدخل تحت الليل اذا كان صوتها اللي يزعج، قلق قلق قلق. نعم، مهم جدا انه حملات لازاله المياه الراكده، لانه البعوض يبحث عن الماء الراكد ومن ثم يحب يعشش فيه، وبالتالي هذا مهم. مهم ايضا انه نعتمد طريقه وضع بعض النباتات، هناك نباتات اللي تخفف من البعوض، ممكن انه نستعينوا بالمهندسين الزراعيين، الناس اللي يعرفوا في هذا المجال. معروف انه هنالك العديد من النباتات مثل نبات الكافور اللي اذا زرعناه، وكما قلت الحبق كان اللي يقول لك كيل الجبل، يعني هذه نشوفوا الناس اللي مختصين في هذا الموضوع انه نزرع حوالينا حول البيت. ولا تحطها في النافذة يقول لك تشكل حاجز. نعم، استعمال أيضا الناموسيات، ممكن أن نستعمل ناموسيات في البيوت، وحتى هناك كريمات وقاية من لدغات البعوض خاصة. وش نوع الكريمات ولا الزيوت التي يمكن أن نضعها وتكون حاجز؟ هي تحتوي على مواد طاردة للبعوض، يكرهها البعوض. نعم نعم، إيه ممكن أنه يستعملوها الناس، خاصة طبعا اللي عندهم حساسية من موضوع البعوض. التعامل مع هذه اللدغات البعوض ما هوش نفسه عند كل الناس، يعني كاين الناس لطريقة التعامل تاعهم. إحنا عادة يكون هناك تحسس من لعاب البعوضة لأنها تفرز اللعاب تاعها، وهذا اللعاب هو اللي يسبب عادة حساسية عند بعض الناس. هناك بعض الناس اللي ما يتحسوش وآخرين يتحسوا. من المهم أنه أيضا نهضروا قلنا شوية على البق الفراش، ما نساوش بما أنه كان انتشر مؤخرا، شفنا فرنسا يعني حالة هو انتشر كبيرة. البق الفراش هذا يمتص الدم، الفرق أنه يمتص الدم، وحتى إذا كان موجود وما فقنالوش ممكن حتى عند الأطفال يسبب حالات أنيميا. هو يكره الضوء، دونك من المهم انا اوجه رساله لربات البيوت بالتهويه، انه تدخل الشمس للدار، نرفدوا الفراش ساعه ساعه، وهذا امر مهم جدا ويساعد بزاف في الوسم والوقايه. وطبعا انه اذا لاحظنا اي شيء، هو باسكو يخرج عاده في الظلام، انه طبعا نقوم بالعلاج المناسب في اقرب وقت.